والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيه ثلاث قوائم أو ثلاث فئات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة، مضمونها لجوء بعد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إن شاء الله يوم 7 سبتمبر 2024، وبعض الأشخاص المحيطين بهم في قيامهم ببعض الممارسات الغير مشروعة والتي تعبر عن أخلاق وسلوكات مشينة. وفي هذا الإطار فقد باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بإجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر على النتائج الأولية الآتية. التحقيق أسفر عن وجود ثلاث مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة. المستوى الأول أو الفئة الأولى تتمثل في سماع حوالي أو أكثر من 50 شخصاً، عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين صرحوا معترفين أغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20,000 دينار جزائري و 30,000 دينار جزائري، مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية. المستوى الثاني أو الفئة الثانية، وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجأوا إلى طبعا القيام بجمع هذه الأموال وتسليمها بين هؤلاء المنتخبين الفئة الأولى وبين الراغبين في الترشح للانتخابات. وقد تم سماع 10 أشخاص وسطاء والذين اعترف جلهم بالقيام وللأسف بهذه التصرفات الغير مقبولة والمشينة. أما المستوى الثالث أو الفئة الثالثة، وهي تخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق، والنتائج الأولية كشفت عن وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح، يمكن أن يطالهم هذه الإجراءات في هذا المجال.